براءة الاختراع اللي حصلتها كانت نشاط وجهد وتعب سنتين مع طالبة الماجستير الدكتورة دعاء جواد كاظم. كانت الفكرة عبارة عن استخلاص مادة عشبية من نبات المورينجا أوليفيرا والاستفادة من عندها في إعادة معدن سطح الأسنان بعد تعرضه إلى التسوس. والحمد لله والشكر تكللت التجربة بالنجاح، وتمكننا من نشر بحث في مجلة عالمية والتي حصلت على استشهادات عالمية كثيرة، وإضافة إلى ذلك الحصول على براءة اختراع عراقية مسجلة في جهاز التقيس والصيدلة النوعية.